السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنحضروا وصفات ملحة بالعجينة المورقة اللي سبق لي وحطيت لكم في الفيديو الأخير. غنوجد دي كورني ودي غولو ودي تارتلات مالحين. فهنا عندي ديك العجينة المورقة سرحتها على هذا الشكل. غناخد هاد الجرارة وندير دي بوند يكونوا رقاق شوية. فهاد العجينه الصراحه ما كتجيش ميدمه بزاف. وغناخد هاد لي بوند. حاولوا ما تجيبوش حتى الحافه باش تجيكم سهله ملي تبغيو تحيدوها، وبالخصوص لي كورني كيجيو بها مزيانين. غنوجد هاد الشكل دي غولو. غناخد هنايا ما نجيش بيه حتى الحاشيه، نقص شويه. هنا عندي لي طارتلات، غنسرحهم وناخد هاد لاصطات. نحاول بدلك نسرحهم على هذا الشكل. ودائما لاباط الا بقات لكم فيتي حاولوا ما تجمعوهاش، يعني غير تنوها هكذا على جوج وتعاودوا تستعملوا. بالنسبه لي طارتلات مالحين انا غنعمرهم بواحد الحشوه ديال الطول اللي غطيب معاهم، ولي كورني وهاد لي غولو غيطيبوا بوحدهم، عاد من بعد نعمرهم. فانا خديت هنا كميه ديال الطول، وعندي هنا الفلفله مع الشامبينيون بالحرير، فلفله مقطعه كرك، وضعت لهم التوابل ملح وابزار وفلفل حار. وغنوضع جوج معالق صغار ديال بشاميل وقليل من الجبن. فغناخذ هاد الحشوه ونعمر هاد لي طارتلات. وبالنسبه لهادو انا غندهنهم بالبيض قبل ما ندخلهم للفران.
فبالنسبه للحشوات ديال الكورني وديال هاد لي غولو غناخذ قليل من بشاميل تقريبا ثلاثه المعالق صغار، وغنضيف كذلك قليل من الجبن الكفته. عندي هنا ديجا الكفته مشحره مع بصيله، قليل من الزبده او الزيت مع الملح والابزار وشويه ديال الفلفل حار. صافي غنخلطهم مزيان ونجي نعمر بهم هاد لي كورني. غناخذ شويه ديال البشاميل غنوضعها هنا غير شويه، ونضع شويه ديال الجبن. بالنسبه للشكل الثاني اللي هو لي غولو، فغناخذ هنا عندي كميه من الفرماج مربع، وعندي جبن ابيض غنضيفهم للبشاميل. نحاول نحركهم مزيان باش يعطوني اون كريم، لانه هادو غنعمرهم هي بالجبن. وهنا غنعمر هاد لي غولو بهاد الحشوه ديال الفرماج. يعني ولكم الاختيار في الحشوات على حساب شنو متوفر. وغنجي لهنا عندي البافو هذا فقط للتزيين، هانتوما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل. فانا حاولت ما امكن نختار لكم مملحات اللي كتجي سهله وما كتاخذش وقت بزاف، لانه عاده المملحات كيكون فيها صراحه شويه ديال الخدمه وكتكون كتاخذ شويه ديال الوقت. فحاولت نبسط لكم ما امكن ونعطيكم وصفات ديال المملحات اللي تقدروا توجدوا بكل بساطه وبكل سهوله. ونتلاقاو في التقديم النهائي. فبعد ما زينت المملحات انتم كتشوفوا التقديم ديالها كيجي بسيط وفي المتناول. نتمنى تجربوهم ونتمنى كذلك تشجعوني بلايك وبالتعليقات المحفزة، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفة مقبلة وفيديو جديد ان شاء الله.